الأعمال الخيرية في وطننا أكيد مستمرة، خصوصا في أيادي شباب الديرة اللي حقيقة قاعد يقدمون العمل بصورة جميلة وتعكس صورة هذا البلد الطيب اللي هو مركز العمل الإنساني وصاحب السمو عسى الله يحفظه قائد العمل الإنساني. اليوم معانا فريق تطوعي اسمه الفريق أو الحب وطن، وأيضا عندهم حملة جميلة ماشلة الخير. معانا الأستاذة فاطمة العبيد لرئيسة فريق الحب وطن التطوعي، وأيضا الأستاذة منيرة الفلتشاوي عضو بالفريق، وأيضا الأستاذ عبد العزيز الخليفة. حياكم الله. الله يحفظكم. الله طاعتكم. من وينك صاحب العمان؟ أنا بقول مبارك عليكم الشهر وكل عام وأنتم بخير، ومنورينا في استديوهنا في الحمرة مول. وبصراحة ماشلة الخير عندكم من سنين، أنتم كنتوا في هذه الحملة صح؟ تقريبا هذه السنة الثانية لنا. بس أنا فهمت أن في فريق الحب وطن، ممكن تفهميني؟ أي إحنا فريق تطوعي هدفنا نشر مفهوم الحب الإيجابي ونغرسه في قلوب المجتمع، ونبين لهم ان الحب قيمه عظيمه. الحب بدون الحب ما في تضحيه، ما في تعاون، ما في اي من القيم الثانيه، يعتبر هو المظله الاساسيه للقيم. فننشر هذه الرساله من خلال فعالياتنا، نستخدم كل السبل، كل الوسائل اللي متوفره لنا ومتاحه، المسرح، السوشيال ميديا، الفيديوهات اللي على اليوتيوب، كل الوسائل المتاحه ونوصل هذه الرساله. حلو. حمله ماتشات الخير تحت مظله فريق الحب وطن، تحت مظله. ها شيء جميل. استاذه منيره حياك الله. الله يحييك. انت بالفريق فريق الحب وطن التطوعي، انت عضو اللجنه العلميه. المترجم بالانجليزي. ليش لازم انجليزي؟ هي تحكي انجليزي يعني عادة. تحكيت من قبل بالانجليزي. ما تحكيت عن الحملة. تحكيت عن الحملة. ايه. زين نبي اللجنة العلمية. انا من لجنة العلاقات العامة مو العلمية. ها حلو. لا تكلم عن هذه اللجنة. طبعا لجنة العلاقات العامة هي تشكل مثل حلقة بين الاعضاء اللي بالفريق وبين الجمهور اللي برا. يعني مثلا شنو اللي يحتاج مني وشنو اللي يحتاج مني، ونوصل لهم الرسائل بشكل يعني مفهوم، يوصل الرسالة والهدف من الرسالة. أنت شلون لاقي الوضع مع الحملة عبد العزيز الخليفة؟ شلون لاقي من أول بدايتكم لحين ما وصلتوا؟ شو اللي يميزكم عن البقية؟ في حملات كثيرة في الكويت يعني مع شباب كويتيين، شو اللي يميزكم عن البقية؟ الله يعطيك العافية على هذا السؤال. الله يعافيك. أنت قلتي شيء يميزنا، وفعلا الحمد لله أن فريق الحب وطن فريقنا يميزنا. في مرة شاركنا بمعرض سواعد للفرق التطوعية، فالحمد لله مكسون بباقي الفرق التطوعيه واهدافهم، لكن احنا شويه سنة في غموض الحب وطن او تقولين يعني ما في احد من قبل تطرق حق هذا الموضوع. فالحمد لله لقينا. ليش غموض؟ قلت غموض. ليش غموض؟ ما اقول لك لان ما اقصد غموض كثر ما انه ما في احد تطرق فيه من قبل الحب وطن. فمفهوم الحب وفريق تطوعي، فالناس كلها جت حق البوث مالنا وتبي تعرف، وفي ناس وايد سجلوا وشاركوا معنا بالفعاليات وصاروا اعضاء يعني من كثر ما هم ما شاء الله يعني حبوا هذا الهدف. ها حلو. استاذة فاطمة، يعني ماشية الخير هذه للسنة الثانية. اي نعم. حلو. انتم بس برمضان يعني فريق الحب وطن بس برمضان شغلكم ولا؟ لا الفريق فعالياته مستمرة طول السنة يعني على العام كله، بس انه كل موسم تختلف يعني فعاليته عن الثاني. يعني بالعيد الوطني قدمنا مثل عرض صامت في إحدى المجمعات التجارية، وكانت الرسالة حيل سامية وجميلة، وكانت بعنوان في القلب محفوظة عن الكويت طبعا ديرتنا الحبيبة، وشاركنا فيها احنا بنفسنا، مثلنا ورتبنا حق هذا العمل خلال اسبوع. يعني وقت كان قصير حيل، بس قلنا لازم بالعيد الوطني نقدم شيء حق هذا الوطن. وبرمضان قلنا ان هذه الحملة حلو انها تكون بشكل سنوي ونوصلها حق الأسر المحتاجة، نبيهم يفرحون فعلا برمضان مثل ما احنا فرحانين فيه. يعني شوف هاي سبحان الله، برمضان يلا نجهز نروح نشتري الدراع، ويلا تروح نشتري هذا اللي بلبسه حق رمضان، هذا بجهزه حق رمضان. هم فعلا محتاجين الشيء هذا اللي هي الماشلة، لان هذا اللي يعني يكسرهم. فاحنا واقفين يعني معاهم قلبا وقالبا، وصدق نبيهم فعلا يفرحون بقدوم هذا الشهر ما يضايقون. فقلنا ان نخليها بشكل سنوي الحمله، والحمد لله ثبتونها. ومنها يعني يصير كل مره في عندكم اهداف جديده من نفس المحور الاساسي. بس انا بعرف ان بس مثبتينها على بس الماتش، لا يعني ما في عندكم مثلا اللي قدام طموح بان مثلا تغيرون امور اخرى تصير تدخلونها معنا؟ مو بس احنا يعني نقدم برمضان ماتش، لا احنا اصلا مسوين قبل سوق خيري اللي هو حق ما هذا اللي انا بعرفه. ما لازم اسالك هالسؤال عشان اعرف. هي ركزت وايد على الماتش. لا احنا قبل مسوين يعني سوق خيري حق الاطفال، وكانت يعني ايوه للاطفال وناسه، وصار شيء وايد حلو. شنو فكره السوق الخيري؟ انه من اللي يبيع ليهال
ونص الارباح هذه ياخذ الطفل اللي باع والنص الثاني يتبرع فيها حق اطفال هذه نفس سالفه المقصف قبل بالمدرسه اللي بيعطونا فلوس اي صح يصير اسهم وكذي بس الالعاب من وين تجيبونهم؟ هم الطفل هو نفسه يروح يشتري واحنا مسوين معرض والناس تي وتشتري من هذا الطفل كانت حتى مثل مسابقه حق الطفل نفسه انه هو يتشجع ان انا اجيب بضاعتي مالتي بروحي وشلون انا اسوق لها وابيعها فكانت فيها يعني هدف اساسي ان احنا نحببهم في العطاء يعني نعلمهم ان شلون هم فعلا يتبرعون من قلبهم او من شيء مالهم فعلا يعني حلو العام قدمته بعد حمله جميله اللي هي ماشله الخير هالسنه في شيء تغيير تطوير ولا بس نفس ما هي هالسنه هدفنا شوي صار اكبر يعني السنه اللي طافت قلنا الهدف عبد العزيز 30 عائله قلنا كبدايه واحنا فريق صغير وكذي يعني خلينا نحط لنا هدف صغير عشان ما يعني نحس بس هذا هو الصح الاهداف الاستراتيجيه لازم تكون بس الاساس شنو ان نعطيهم ما تكفيهم اكثر من شهر يعني مو بس بشهر رمضان كفيهم لبعد ما يخلص رمضان فوصلنا تقريبا 80 اكثر من 80 اسراء وهذا شيء بالنا 30 لا صرنا يعني شيء وايد يعني حفزنا وقلنا هالسنه اللي راح يكون الهدف اكبر انه تكون حق 200 ان شاء الله 200 اسره 200 ما شاء الله والعناوين عندنا وعارفين حاله كل اسره يعني ذكرت ان فريق صغير انتم فريق صغير كم تتكون فريق الحب وطن كاعضاء 20 شخص تقريبا وايد شلون تلتقون دائما يعني عندنا احنا مقر في شركه ثابت الاستشاره التدريب هي تعتبر الداعم الاول والاساسي للفريق ومن اول ما بدينا هي دعمنا والدكتوره سعاد البشر هي امنا الروحيه هي صاحبه المركز ف دائما نجتمع في هذا في الشركه هناك عندنا مقر ونقعد ونرتب حق هذه الفعاليات والحمد لله يعني دائما لقائنا يكون هناك حلو ويعني ان شاء الله منها للاعلى ودائما تكونون كذي وبصراحه هذه يعني ننقل احنا في رمضان شهر الخير اكيد من بلد الانسانيه امور انسانيه يقومون فيها اكيد عيال البلد وعيال الديره هل عندكم لقدام انه ممكن احنا وصل اول شيء في البدايه كان الهدف والاستراتيجيه 30 عائله بعدين طموحكم صار اكبر على 200 عائله هل ممكن بعدين يطلع خارج حدود الوطن أنا نشوف احنا وايد حملات طلعت برا الكويت الى سوريا وغير من الغير من البلدان المنكوبه يعني اذا حصلنا دعم يعني ماكو مانع نطلع برا وبالذات احنا نحتاج الى دعم اكيد نحتاج مثل شنو احنا فريق تطوعي نحتاج مثل دعم اعلامي ومادي يعني على اساس هذا انت ويانا الحين اي لا الاعلام صراحه ما يقصرون الحمد لله الاعلام قصدي انا يعني بالدعايات كاذا اعلان الحملات اللي احنا نقدمها حق الناس هني نحتاج يعني عسى الله يقويكم ان شاء الله وتحصلون الدعم اللي انتم تبونه يساعدكم في الرساله الخيريه اللي قاعد تقدمونها لكن انت منشد لازم نسمع شيء ان شاء الله حاضر مشاهدينا يستاهلون انا يعني كانت شلون دشيت الفريق وياهم هم طلبوا مني نشيده قبل لا اكون عضو وياهم حلو بعدين يعني رساله الفريق حببتني اكثر وصرت عضو وياهم هذا كانت بدايه يعني معهم. بالبدايه كنت مشارك اي بس مشارك بس بعدين شفت الموضوع اكبر من كذي يعني الواحد لما يجرب التطوع والله العظيم لذه مجال يعني اتمنى ان ما حد يعني فرط فيه تستقبلون احد مشارك وياكم بالفريق اكيد يعني التطوع مفتوح للجميع اللي حاب انه يتطوع حي الله ما شاء الله يقوي ما شاء الله تسلم عبد العزيز باسمي ان شاء الله بما انه برمضان ان شاء الله ف بالحب تلقاك البدور ضيف الاماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبان يا مرحبان زين الشهور ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك سجلتها ولا لا؟ لا هذه ليش؟ ما ارتاح الثاني ما ارتاح العفاسي فهي عن رمضان وأجواء رمضانية ما في شيء خاص فيك أنت؟ بلا في عندي مع مع الفريق اي اللي هو سويته حق الفريق نفسه نشيده الحب نشيده الحب وطني الحب وطني إيه. بس يعني قاعد توظف صوتك وانشادك لصالح الفريق ايضا هذا يعتبر تطوع من نوع اخر إيه الى جانب عطاءاتك إيه. معاهم إيه. وبغيت اعرف يعني اعماركم يعني مو شرط انت بنات موجودين بس اللي يشاركون الفئه العمريه يعني الفئه العمريه الفئه العمريه تقريبا يعني عندنا من المتوسط طلبة المتوسط إلى الموظفين هذول من ضمن 20 اللي عندكم؟ أي من ضمن 20 عندنا من 13 سنة أو 12 حتى إلى 30 سنة فحلوة الخلطة هذه وعندنا من كل أطياف المجتمع
عندنا من كل الانواع اللي بالمجتمع، فحبينا ان احنا نجتمع كلنا وصدق نبين حق الكويت او حق كل الناس ان ترى احنا فعلا ايد واحده قاعدين كلنا نتطوع حق هدف واحد واللي هو الكويت بالنهايه. في في, في 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 منافسه بينكم وبين الفرقه التطوعيه الثانيه؟ منافسه شريفه طبعا. دائما نتعاون مع الفرق التطوعيه الثانيه، واحنا حاليا طبعا تحت مظله الهيئه الخيريه الاسلاميه العالميه كجهه او كمظله رسميه بموافقه الشؤون. حب وطن في صبغه رسميه شوي. اكيد اي اكيد احنا دائما الهيئه تدعمنا في الاعمال الخيريه، اما في الاعمال الاخرى احنا طبعا مسجلين بقانون بادر اللي هو تابع حق وزاره الشؤون. هذا القانون يدعم الفرق التطوعيه ويعطيها الصبغه الرسميه ويعطيها المجال ان هي تستخدم المراكز التنميه المجتمع اللي بالكويت، يعطيها القدره ان هي اصلا تاخذ اصلا سبونسرات من الجهات او الشركات الموجوده. فهذا بالعكس يعني يعتبر دعم وايد كبير يعني من الجهات الحكوميه والجهات والهيئات المتوفره يعني موجوده بالبلد. فالحمد لله يعني الله يقدرنا ان شاء الله. الله يعطيكم على قد نيتكم. وبصراحه في سؤال في بالي يعني وانت تتكلمين، ما شاء الله روحك حلوه واكيد مع زملائك اللي موجودين وياك، بس بغيت اعرف شلون انتم تستخدمون او شنو هي طرق تطويركم لنفسكم كفريق؟ يعني انتم عندكم اشخاص تدعمكم، عندكم مظلات تدعمكم، بس انتم كفريق يعني تعرفين ان الواحد اذا ما حط عنده ركائز لمده قصيره يمكن فتره قصيره ما تكون لونج تيرم على قولتهم يعني المستقبل. فشلون انتم تقوون من مهاراتكم او تدعمون من نفسكم عشان فريق يكون مميز؟ طبعا اكيد ان احنا دائما يعني مع الدكاتره والمستشارين اللي بالشركه اللي قلت لكم عنها دائما يعطونا حافز ويدعموننا ويكونوا موجودين في يوجهون ساعات يعطونا دورات هم بنفسهم بهالمجال هذا. واحنا ما شاء الله بعد يعني فريقنا نمتلك مواهب يعني ما شاء الله، في عندنا رسام وفي عندنا اللي يتكلمون انجليزي. الثلاث الشخصيات هذا وايد قاعد يساعدنا ان كل واحد يعطي فكره غير عن الثاني، فقاعد نبني احنا نفسنا من الافكار الغير اللي قاعد تطلع من كل واحد فينا. بس الناس اللي تشارك معاكم يمكن بس اللي تشوفكم في مشاركاتكم، فانتم اليوم في تلفزيون دولة الكويت وبرنامج غبقة رمضانية وفرصة اكيد يمكن كل متابع يشوفنا وده انه ينضم، وخصوصا للفئات العمرية تقولون من المتوسطة وحين هم ما شاء الله بعطلة، فمنو فيكم بيقدم لهم دعوة؟ اكيد نقدم دعوه حق الشباب اللي حابين يتطوعون معنا وحق اللي حابين يتبرعون في الحمله نفسها. عندنا الاكونت بالانستغرام اللي هو الحب وطن AL7UBWA6AN. حلو. وهم على ارقامنا موجوده في الاكونت نفسه، ممكن يكلمونا ويتواصلون معنا وبالعكس حياهم الله. بس اكيد بلا شك، لكن عندي سؤال الحين، اليه عملكم انتم بالفريق الحب وطن، اذا انا مثلا انا متبرع او بعطيكم شيء، شلون اتبرع لكم؟ شو تطلبون مني؟ شنو اللي تبونه بالضبط؟ طبعا احنا اغلب المواد اللي قاعد ناخذها في هالحمله هي مواد صلاحيتها مده يعني طويله المده، فاغلبها مواد جافه مثل الطحين، السكر، ملح وعيش وعدس وبيم 2 ثلاث نواشف يعني المواد الاساسيه حق الكشة. بس مش اللي هي الحملات اللي نسمع عنها انه مثلا والله عندكم بوفيه عشاء لا او وجبه مثلا يوميه لا لا احنا نعطيهم الاكل اللي هم يسوونه، مو مثلا اللي يعني طابخينه ونوزعه. يعني المواد الاساسيه حق الاكل اللي يستخدمونها وممكن تكمل وياهم شهر او اكثر من شهر. حلو. زين شلون طريقه التواصل؟ عن طريق اكونتكم بس اذا بتواصل معكم؟ في رقم عندنا للتبرع اللي هو 96046996، هذا الرقم اذا يتواصلون معنا فيه. وبالعكس يعني احنا حتى فاتحين بابنا لعشر رمضان. حلو. موجودين. شلون توزعون الماتش له؟ تروحون لبيوت الناس نفسها؟ نوصل إيه لبيوت الناس، واحنا عندنا حتى لسته بالارقام وبالعناوين وعارفين كل اسره شنو حالتها وشنو محتاجين وكم عدد حتى افراد الاسره. فيعني ان شاء الله صدق نوصل الماتش له فعلا حق اللي محتاجه. واهل الكويت لا يحاسون، احنا شباب الكويت ان شاء الله قدها وان شاء الله توصل التبرعات لاهلها باذن الله. انا اتوقع الكل قاعد يشوفنا وفرحان فيكم، مو بس احنا فرحان بنجاحكم، فرحان بنيتكم باهدافكم، وفرحان انه ما شاء الله كل واحد انه عندكم لا شخصيه بصراحه كاريزما تخصه، ويمكن كل واحد له شخصيه هذا الشكل فريق كامل صار اسمه الحب وطن. ان شاء الله دائما نسمع عنكم كل خير وبالتوفيق ان شاء الله بحملاتكم القادمه، وان شاء الله نستضيفكم بعد انا ومحمد في برنامجنا غبقه او في برامج الاحقه. راح يكون عندنا احنا بس نقول لهم شكرا على تواجدهم معنا. شكرا لكم.
شكرا, شكرا لك على الفريق. شكرا لكم انتم. الله يسلمك. واحنا راح نكون مع بعض انا وانت محمد. شلونك بالكلمات القديمه التراثيه؟ هل تستخدمها بيومك بوقتك؟ استخدم كلمه قديمه صراحه. انا استخدم كلمه قديمه. شنو هي شنو هي؟ يلا يعني بين قطه وقطه اقط كذي كلمه قديمه احس نفسي وايد قديمه. شنو هي شنو هي الكلمه؟ اي كلمه كانت يعني فاكهه. شو تسمون الفاكهه بيوانكم بعدكم ويانا؟ ميوه. تدرون اشياء انا للحين عادي مرات اقول فاكهه مرات اقول ميوه. في عندنا مسابقه مع الجمهور بفقره مميزه اعدوها فريق البرنامج مع مسابقات عن كلمات اول وعليها طبعا فلوس يعني جوائز مقدمه من وزاره الاعلام. احنا والفريق بنشوفها والمتابعين معنا ان شاء الله. نشوف في طبقه رمضانيه المسابقات مع كلمات اول.